القيادة العامة للجيش تحذر من محاولة تكرار خرق الأجواء السورية من قبل الطيران التركي. دمستورا يرحب بالتهدئة الإنسانية في حلب حتى وإن كانت أحادية الجانب حسب تعبيره. بدء خروج المسلحين والأهالي من الأحياء الشرقية تطبيقا لنظام التهدئة الإنسانية في حلب. أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية. أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن نظام أردوغان أقدم على ارتكاب مجزرة ذهب ضحيتها أكثر من 150 من المدنيين الأبرياء، وذلك باستهداف طيران الحربي التركي قرى وبلدات حساجك، الوردية، حسية، جول سروج، سد الشهباء، إحرص وأمحوش في ريف حلب الشمالي. هذا وأكدت القيادة العامة أن هذا العدوان السافر الذي استهدف المواطنين الأبرياء يعد تطورا خطيرا من شأنه أن يزيد من تعقيد الموقف، وتحذر من أن أي محاولة لتكرار خرق الأجواء السورية من قبل الطيران الحربي التركي سيتم التعامل معه وإسقاطه بجميع الوسائل المتاحة. وحذرت القيادة العامة في بيانها من أن هذه الأعمال غير المسؤولة ستؤدي إلى عواقب وخيمة تهدد أمن المنطقة واستقرارها وتسهم في تمدد الإرهاب وانتشاره. رحبت الأمم المتحدة بالتهدئة الإنسانية في حلب حتى وإن كانت أحادية الجانب، على حد تعبير المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان ديمستورا. وقال ديمستورا في مؤتمر صحفي بجنيف إن هدنة 11 ساعة قرار جيد وخطوة مهمة ويجب أن تستغل لإجلاء الجرحى وإيصال المساعدات للسكان المحليين، إضافة إلى خروج جبهة النصرة من أحياء حلب الشرقية. لكن المبعوث الدولي نفى أن تكون التهدئة بداية ما يسمى بخطة ديمستورا، والتي يجب أن تؤدي إلى وقف الأعمال القتالية بشكل مستمر والتي لم يتم تنفيذها حتى اليوم. كما رحبت الخارجية الأمريكية بإعلان التهدئة الإنسانية في حلب من قبل القيادة السورية ووزارة الدفاع الروسية، واعتبرتها إشارة جيدة. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة جون كيربي في تصريح صحفي: تعتبر الساعات القليلة الماضية مؤشرا جيدا، إلا أن هذه الهدنة يجب أن تكون أوسع وأعمق، يجب عليها أن تمتد لفترة أطول وعلينا أن نرى كيف سيكون ذلك. وزعم كيربي بأن مكافحة تنظيم داعش الإرهابي تعتبر الهدف الرئيسي للتحالف الوهمي الذي تقوده الولايات المتحدة. وقال في هذا الإطار: عملياتنا العسكرية في سوريا تستهدف داعش فقط، مدعيا أن تحالف واشنطن نفذ عمليات ضد تنظيم جبهة النصرة الإرهابية. هذا وكان عدد من المسلحين قد خرجوا عبر معبر بستان القصر وسلموا أنفسهم للجهات المختصة بهدف تسوية أوضاعهم بموجب مرسوم العفو، وذلك في وقت وفي وقت واصلت حوامات تابعة لسلاح الجو في الجيش العربي السوري إلقاء المنشورات على الأحياء الشرقية لمدينة حلب، وتوضح توزع المعابر الإنسانية لخروج المدنيين، وتدعو كل من تورط بحمل السلاح إلى المبادرة لتسوية وضعه أو المغادرة. مراسل الإخبارية وليد هنايا رصد المشهد من معبر دوار الجندول الكاستيلو. من طريق الكاستيلو الواصل حتى دوار الجندول، هذا المعبر الأول الذي خصص من قبل الحكومة لإخراج المسلحين. معبرين خصصا للمسلحين، أما هنالك 6 معابر إنسانية خصصت لخروج المدنيين. الأول منهم طريق المدينة الصناعية الشيخ نجار باتجاه منطقة أو برج الريح. الجدير بذكر مشاهدي الإخبارية السورية بأن هذه المنشورات وهذه الخرائط هي عرضت ويعني رميت عن طريق مناشير، عن طريق الطائرات التي قامت بإرسال هذه المناشير ورميها
باتجاه الأحياء الشرقية لإعطاء المعلومات للأهالي المتواجدين هنالك وإعطاء المعلومات أيضا للمسلحون المتواجدين داخل الأحياء الشرقية. هذا اليوم ويوم غد ويوم بعد غد خصص هؤلاء تلك الأيام الثلاثة لخروج المدنيين والمسلحين. كما شهد معبر بستان القصر مشفل حياة خروج عدد من الأهالي والمسلحين الراغبين بتسوية أوضاعهم رغم ضغوط التنظيمات الإرهابية لمنعهم من ذلك. مراسل الإخبارية السورية أنس رمضان والتفاصيل. نحن نتواجد الآن عند معبر بستان القصر المؤدي إلى محورين، الأول باتجاه جب الشلبي ومن ثم الزبدية وبستان القصر، والمحور الآخر هو باتجاه منطقة بستان القصر. هذا المعبر أو هذا الممر الذي يضاف إلى عشرات الممرات التي أوجدتها محافظة حلب وجهزتها لكي تكون ممر لخروج المدنيين المتواجدين من في الأحياء الواقعة شرق المدينة. هذا المعبر الذي من المفترض كباقي المعابر أيضا أن يستقبل أو أن يكون ممر لخروج عدد من المسلحين. كل الجهود استنفرت منذ عدة أيام، أي قبل هذا اليوم أو الأيام الهدنة. إلى ذلك، رصدت كاميرا الإخبارية السورية استهداف تنظيمات الإرهابية للمعابر التي أمنها الجيش العربي السوري لخروج المدنيين والمسلحين من الأحياء الشرقية لمدينة حلب. هذه خطوة تصعيدية أخرى من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة بعد أن خرقت هذه التهدئة منذ ساعات الصباح الأولى باستهدافها بالرشاشات وأيضا بالقذائف. هي قذيفة أخرى تسقط الآن، يعني نعم هنالك قذيفة تسقط الآن على معبر بستان القصر. كما نشاهد هذه القذيفة إضافة أيضا إلى رصاص القناص من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة على معبر بستان القصر. اضطررنا للدخول إلى هذا المكان، كما تم إخلاء كل المدنيين بطبيعة الحال بسبب هذا الاستهداف المتكرر من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة. إذن الطريق رصد ناريا من قبل هؤلاء الإرهابيين عبر القناصة. سياسيا، أعرب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن استعداد روسيا لتمديد التهدئة الإنسانية في حلب شرطة لا تستخدم لتعزيز وتسليح الإرهابيين، ذلك بينما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن الولايات المتحدة لم تفصل المعارضة المعتدلة عن المجموعات الإرهابية في سوريا حتى الآن، ولم تتمكن من إرغام المعارضة المسلحة في سوريا على سحب قواتها بعيدا عن طريق الكاستيل ولإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأحياء الشرقية في حلب. التهدئة في حلب محور الحديث السياسي في الآونة الأخيرة. الغرب حاول أن يفبرك قصصا إنسانية تحصل في بعض الأحياء الشرقية لمدينة حلب، إلا أن أعلان التهدئة الإنسانية أسقط حجج الغرب الواهية، حجج تعرفها موسكو أصلا. ومع ذلك أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يستبعد احتمال تمديد التهدئة الإنسانية في مدينة حلب، ولكن فقط في حال عدم استغلالها من قبل الإرهابيين لتحقيق أهدافهم ومآربهم الخاصة. بيسكوف أوضح أن بوتين أطلع نظيره الفرنسي والمستشار الألماني على تطورات التهدئة الإنسانية في حلب، وأشار إلى أن استمرار هذه التهدئة ممكن ومرغوب به. بوتين كان دعا هولاند وميركل في اجتماع النورماندي إلى المساهمة في فصل الإرهابيين عما يسمى المعارضة المعتدلة، وهو الفصل الذي أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن الولايات المتحدة لم تقم به حتى الآن. زخاروفا كشفت كذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتمكن من إرغام المعارضة المسلحة في سوريا على سحب قواتها بعيداً عن طريق الكاستيلو لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأحياء الشرقية في حلب، معتبرة خطط البعض لتوجيه إرهابيي داعش الهاربين من الموصل في العراق إلى سوريا جريمة بحتة. وكان مصدر دبلوماسي عسكري روسي كشف في وقت سابق عن اتفاق بين الولايات المتحدة والنظام السعودي لفتح ممرات بهدف نقل إرهابيي داعش من الموصل باتجاه الأراضي السورية. ساعتنا مستمرة، ابقوا معنا.
تقوم الآن قوات الجيش العربي السوري على تحويل طريق السيارات إلى المحور الآخر عبر وضع هذه الشاحنة، باعتبار أن المعبر بات مرصود من قبل قناصة المجموعات الإرهابية المسلحة. هذه خطوة تصعيدية أخرى من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة بعد أن خرقت هذه التهدئة منذ ساعات الصباح الأولى باستهدافها بالرشاشات وأيضا بالقذائف. هي قذيفة أخرى تسقط الآن، يعني نعم هنالك قذيفة تسقط الآن على معبر بستان القصر. كما نشاهد هذه القذيفة إضافة أيضا إلى رصاص القناص من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة على معبر بستان القصر. إذن الطريق رصد ناريا من قبل هؤلاء الإرهابيين عبر القناصة، إضافة أيضا هنالك قذائف، وأيضا كما نشاهد هنالك إخلاء للمعبر باعتبار أنه تم استهدافه أيضا بالقذائف. بدء ترتيبات تسوية المعظمية بريف دمشق عبر تسليم المسلحين أنفسهم وسلاحهم للجهات المختصة. الجعفري يقول إن الجماعات الإرهابية التي تتخذ من الأهالي دروعا بشرية شرق حلب منعت خروج المدنيين والمسلحين من المدينة. ولافروف يؤكد أن عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط هو نتيجة هندسة الغرب الجيوسياسية. بدأت صباح الخميس ترتيبات التسوية في بلدة المعظمية بريف دمشق عبر تسليم المسلحين أنفسهم وأسلحتهم للسلطات السورية ودخول المساعدات الإنسانية. مفاد الإخبارية السورية ربيع دبي والتفاصيل. يستمر توافد يعني جميع المطلوبين أو الذين كانوا حاملي سلاح في فترة سابقة إلى هذه النقطة داخل بلدات المعظمية لتسجيل أسماءهم لدى اللجنة الأمنية وتسوية أوضاعهم وتسليم سلاحهم الخفيف والعبوات الناسفة ويعني جميع الأسلحة الفردية والخفيفة. العدد مفتوح حتى نهاية عملية التسوية، قد يتم غدا إغلاق الملف نهائيا، ملف التسويات، بعد أن يكتمل العدد بموجب القوائم التي قدمتها لجان المصالحة. لكن الآن سألتقي مع بعض يعني المسلحين أو المسلحين السابقين الذين عادوا إلى حضن الوطن وتمت تسوية أوضاعهم. الحمد لله بأمور خير، وشفنا وضعنا نحن كمجراحة سيادة الرئيس بشار الأسد بحضن الوطن. ما رحت إدلب إنه هون جدودي مدفونين بالبلد. طلعتنا على إدلب، هي كانت أنا بتوقع إنه الشباب يطلعوا كان في عندهم غلط. كونه يعني هون بلدنا، هون أصولنا، هون جذورنا، ما بصير نترك بلدنا ونطلع نحن أولاد البلد. بتمنى من كل ضيعة أو قرية أو مدينة أو محافظة هي خارج اليوم عن باقي الشعب السوري نرجع نترابط نعيش نحن سوريين. يا ريت السوريين يحلوا مشاكلهم لحالهم. الرسالة الأهم التي وجهها إن كان من تم تسوية أوضاعه من حاملي السلاح أو المتورطين أو يعني من المتخلفين عن الخدمة في الجيش، الرسالة واحدة، هم يوجهون الرسالة بالعودة إلى حضن الوطن. حتى عندما سألناهم على موضوع لماذا لم تذهب إلى إدلب، الجميع هنا من كل من أراد تسوية أوضاعه، مئات من أهالي المعظمية هم يريدون العودة إلى حضن الوطن. لمسنا الفرحة يعني من الجميع هنا، من جميع المتواجدين، بأنهم يريدون في مساهمة في إعادة إعمار البلاد ويعني قطع اليد الغريبة التي تتدخل في سوريا. تغيب الإرادة الغربية الاستعمارية الدور الحقيقي للأمم المتحدة وتنام قرارات مجلس الأمن في الأدراج المظلمة في سيناريو يستمر منذ عقود خدمة للمشاريع والمخططات الغربية. عشرة القرارات وخاصة التي تخص الاحتلال الإسرائيلي مجمدة بفعل سياسات واشنطن وحلفائها في موقف يتكرر تجاه ملف مكافحة الإرهاب.
سنوات مرت على بدء العدوان الإرهابي على الشعب السوري الصامد بوجه أعتى هجمة تتعرض لها الشعوب، أكثر من سنوات من الثبات بوجه التنظيمات الإرهابية التكفيرية التي ارتكبت ولا تزال أبشع جرائم بحق الإنسان. الأمم المتحدة المنظمة التي من المفترض أن تطبق القانون الدولي وتنفذ مقررات مجلس الأمن لم يرقى عملها إلى المستوى المطلوب. الدكتور بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة شدد في بيان أدلى به أمام مجلس الأمن على استنكار سوريا لإصرار المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط على عدم التطرق للأوضاع في جولان السوري المحتل. تعرب بلادي سوريا عن استنكارها الشديد إزاء إصرار السيد نيكولاي ملادينوف على تجاهل الحديث عن الأوضاع في الجولان السوري المحتل، وإبراز موقف الأمم المتحدة من الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981. موقف يأتي في ظل استمرار غياب دور المنظمة الدولية عن التصدي لمسؤولياتها وفق القانون الدولي وتغاضيها عن الانتهاكات المستمرة بحق الشعوب. لقد أضافت إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال منذ بدء الأحداث في سوريا فصلاً جديداً من أعمالها العدائية وانتهاكاتها لاتفاقية فصل القوات ولقرارات مجلس الأمن، لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب. تمثلت بتقديم كافة أشكال الدعم للجماعات الإرهابية المسلحة في منطقة الفصل في الجولان السوري المحتل بما فيها جبهة النصرة المدرجة على قائمة مجلس الأمن حول الكيانات الإرهابية. مجلس الأمن الدولي الذي ينغمس بعض أعضائه دائمي العضوية في دعم الإرهاب يغيب بفعل سياسات هذه الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية عن ساحة التأثير الدولية. جرائم إرهابية كثيرة استهدفت السوريين على مر سنوات الأزمة، بعضها سبق اجتماعات مجلس الأمن بساعات وذهب ضحيتها الأبرياء. لم تلقى حتى الإدانة الصريحة من الأمم المتحدة التي اتخذت لفترة طويلة من الانتقائية والنظر بعين واحدة نهجا تجاه ما يجري على الساحة السورية. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري يقول خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة إن الجماعات الإرهابية التي تتخذ من الأهالي دروعا بشرية شرق حلب منعت خروج المدنيين والمسلحين من خلال عمليات القنص وإطلاق القذائف. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أكد أن الحكومة السورية مستمرة في التعاون مع الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع مواطنيها المتضررين من الأزمة أينما كانوا دون ما تمييز. الجعفري وفي كلمة له خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في حلب أشار إلى التنسيق الروسي والسوري والاتفاق على إعلان وقف الأعمال القتالية شرق حلب بالإضافة إلى إخلاء الجرحى والمرضى والعجزة من أحياء شرق حلب، بالإضافة إلى تسهيل وصول فريق من منظمات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري لمتابعة عملية الإخلاء، لافتا إلى قيام الجماعات الإرهابية بمنع خروج المدنيين والمسلحين. الجماعات الإرهابية التي تتخذ من الأهالي في شرق حلب دروعا بشرية وعلى رأسها تنظيم جبهة النصرة وأحرار الشام وكلاهما ينتميان للقاعدة فكرا وعملا، هذه الجماعات الإرهابية قد منعت خروج المدنيين والمسلحين من خلال أعمال القنص وأطلاق القذائف التي ما زالت حتى هذه اللحظة تنهمر على سكان حلب وعلى المعابر التي خصصت، وقامت هذه الجماعات اليوم بإعدام 14 شخصا من الأهالي في مدينة حلب لأنهم دعوا الناس لمغادرة الأحياء الخاضعة لسيطرة الإرهابيين. المندوب السوري تساءل عن كيفية تحسين الوضع الإنساني في سوريا في ظل استمرار تدفق الإرهابيين المرتزقة الأجانب بعشرات الآلاف عبر الحدود السورية المشتركة مع تركيا
وتقديم كل أشكال الدعم لهم من دول دعت إلى عقد هذا الاجتماع. نظام أردوغان، فهل يعقل أن يكون هذا النظام حريصا على الشعب السوري وهو السبب الرئيس لما يعانيه أهلنا في حلب من خلال فتح حدوده لآلاف الإرهابيين المرتزقة الأجانب لاجتياح المدينة وأخذ سكانها رهائن بشرية، بعد أن أنشأ هذا النظام الأردوغاني مراكز تدريب لهؤلاء الإرهابيين على أراضي تركيا؟ وكيف يمكن لنظام آل سعود أن يدعي الحرص على الشعب السوري وهو الذي أنفق عشرات المليارات من الدولارات لتمويل المجموعات الإرهابية الوهابية التكفيرية الداعشية في كافة أصقاع الأرض بما فيها بلاد سوريا والعراق؟ الجعفري وفي اختتام كلمته أشار لنا الحديث عن السماح للمجموعات الإرهابية بالبقاء في أماكنها وسط المدنيين وإقامة مناطق إدارية ذاتية، يعني تواطؤا مع الإرهاب وتخليا من الدولة عن واجباتها في حماية مواطنيها. انتقد فيتالي تشوركن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أمينها العام بان كيمون على تجاهله وجود إرهابيين في سوريا، وأعرب تشوركن عن استغرابه لعدم تفوه بان كيمون ببنت شفا عن تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين، وهو يتحدث عن الوضع في سوريا في الاجتماع غير الرسمي للجمعية العامة للمنظمة الدولية. وتساءل الدبلوماسي الروسي عن ذلك قائلا: أليست مكافحة الإرهاب هدفا من أهداف الأمم المتحدة؟ وذكرت شوركن أن ستيفان ديمستورا المبعوث الدولي الخاص في الشأن السوري ذكر هذين التنظيمين، لكنه أعرب عن استعداده لمرافقة مسلحي النصرة من شرق حلب إلى ريف إدلب بكرامة وباسم الأمين العام للأمم المتحدة. وقالت شوركن مخاطبا الأمين العام للمنظمة ومبعوثه الخاص عن أي كرامة للإرهابيين تتحدثان؟ أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط هو نتيجة هندسة الغرب الجيوسياسية، مجددا الدعوة إلى توحيد الجهود وتشكيل جبهة دولية واسعة لمكافحة الإرهاب والتطرف. وقال لافروف في كلمة ألقاها خلال مؤتمر علمي عنوانه الشرق الأوسط التوجهات والآفاق أن الوضع السائد في المنطقة ناجم عن الممارسة الخاطئة للهندسة الجيوسياسية التي يقوم بها شركاؤنا الغربيون، بما في ذلك ممارسة التدخل في شؤون الدول الداخلية ومحاولات تغيير الأنظمة غير الموالية وإحلال الديمقراطية وفقا للمقاييس الملائمة لهم. في السياق ذاته، أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي أن موسكو أبلغت شركائها في اللقاء الثلاثي في برلين بالخطوات التي يجب اتخاذها لمكافحة الإرهاب وحل الأزمة في سوريا. روسيا أبلغت شركائها في اللقاء الروسي الفرنسي الألماني الذي عقد في برلين بالخطوات التي يجب اتخاذها في القريب العاجل لإنجاح جهود مكافحة الإرهاب وتسوية الأزمة في سوريا. معلومة أكدتها فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي. فالنتينا أشارت كذلك إلى أن لقاء برلين شهد حواراً مفصلاً حول العنصر السياسي في عملية التسوية في سوريا. تصريحات تأتي بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب اللقاء الثلاثي عن استعداد موسكو لتمديد وقف توجيه ضربات جوية في سوريا في حالة عدم تزايد نشاط التنظيمات الإرهابية. نأمل في أن يفي شركاؤنا الأمريكيون بكل ما وعدوا به حتى الآن بشأن الفصل بين إرهابيي جبهة النصرة ومسلحي المعارضة المعتدلة لكي نفهم كيفية استمرار العمل المشترك. تمضي موسكو بمواقفها الثابتة في مواجهة الغرب بقيادة واشنطن المتمسك بالمماطلة والتهرب من الاستحقاقات، غير آبهة بالتلويح بعقوبات جديدة ضدها على خلفية الوضع في سوريا. سياسة روسية راسخة تستند إلى القانون الدولي وسيادة الدول الوطنية، تتواصل في ظل تجديد موسكو تأكيدها على ثبات موقفها تجاه سوريا والمتمثل بالاستمرار في محاربة الإرهاب والحفاظ على وحدة الأراضي السورية. في لبنان، أوقف الأمن العام اللبناني شبكة إرهابية تضم 8 سوريين، وقالت المديرية العامة للأمن العام في بيان إن الإرهابيين 8 اعترفوا خلال التحقيق معهم بما نسب إليهم، وأن أحدهم كلف من قبل إحدى التنظيمات الإرهابية باستئجار شقة تمهيدا لاستقبال وإيواء مجموعة من الإرهابيين الانتحاريين،
والقيام بتجهيز العبوات والأحزمة الناسفة لاستخدامها بعمليات انتحارية ضد أهداف سبق أن قام باستطلاعها. وأحال الأمن العام الإرهابيين الثمانية إلى القضاء المختص بعد انتهاء التحقيقات معهم. أعلن رئيس تيار المستقبل سعد الحريري رسميا في مؤتمر صحفي تبني ترشيح رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية. وقال الحريري إن الخيارات للرئاسة ليست كثيرة، ولم يبقى إلا العماد ميشيل عون مرشحا لأن يكون رئيسا لكل اللبنانيين وحارسا لسيادتهم واستقلالهم. مصدر قيادي في التيار الوطني الحر قال إن العماد ميشيل عون سيزور كل القوى السياسية بعد تبني تيار المستقبل ترشيحه، وأن التيار الوطني الحر ينظر للمرحلة المقبلة أن عون لرئاسة الجمهورية والحريري لرئاسة الوزراء، وأن مرشح التيار لرئاسة مجلس النواب هو نبيه بري. إطلاق رحلة القطار الأولى من المنطقة الساحلية لنقل محولات وأبراج كهربائية لإيصالها إلى حمص ومنها إلى شنشار عبر القطارات بعد توقف دام لسنوات نتيجة الأعمال الإرهابية. أثمرت جهود الحكومة السورية بمتابعة وزارة النقل بإطلاق رحلة القطار الأولى من المنطقة الساحلية لنقل محولات وأبراج كهربائية لإيصالها إلى حمص ومنها إلى شنشار عبر القطارات بعد توقف دام لسنوات نتيجة الأعمال الإرهابية التي طالت قطاع النقل. اليوم يصل أول قطار إلى حمص، وهذا إنجاز كبير الحقيقة، يدل على أن الشعب السوري شعب حي، شعب صامد، سيعمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن، والسكك الحديدية ستعود إلى عزها وإلى ألقها الكبير. اليوم يصل هذا القطار بالتعاون بين وزارة النقل ووزارة الكهرباء، نقوم بنقل المحولات الكهربائية التي ستخدم الشعب السوري والتي ستؤمن تحسين في الأداء الكهربائي، وإضافة إلى المحولات الكهربائية هناك الحديد اللازم لتصنيع الأبراج الكهربائية والزيوت اللازمة لهذه المحولات. الحمولة هي 6000 طن ستنقل من الساحل إلى حمص على 6 قطارات، خلال أسبوع ستكون هذه الحمولات موجودة بحمص وستنقل إلى محطة شنشار في حمص. لا شك أن هذه الصورة التي نراها اليوم هي مرحلة التعافي التي ستعيشها سوريا في القريب العاجل، والكل يعلم الأثر الاقتصادي الهام لتشغيل خطوط السكك الحديدية والنقل عبر هذه السكك سواء للقطاع العام أو القطاع الخاص. ونحن نعلم تماما أن برنامج الحكومة سيتوجه إلى مزيد من الإنجازات في هذا القطاع في المرحلة القادمة. نحن سنحارب الإرهاب، سنبقى نحارب الإرهاب، وسنبقى نعمر هذا البلد، وهذا دليل آخر على تعافي البلد والاستمرار في مسيرة حياة. الرحلة التي تقل حمولة وصلت إلى حدود 1000 طن شملت محولات وأبراج كهربائية باستطاعة عالية عبر قطار اللاذقية طرطوس حمص، باعتبارها تسهم في توفير الكثير من الوقت والجهد والمال، فضلا عن دورها في الحفاظ على عنصر الأمان والسلامة لهذه المحولات والأبراج التي تبلغ قيمتها مليارات الليرات. تم إصلاح كافة الأضرار على محور اللاذقية طرطوس حمص، وأصبح المسار جاهز من الناحية الفنية والناحية الأمنية لنقل الحمولات بكافة أنواعها وكافة أشكالها لكافة القطاعات العام والخاص وكافة الفعاليات الاقتصادية وبأسعار تنافسية، وهذا ينعكس إيجابا على سعر تكلفة المنتج في النهاية، وبالتالي ينعكس إيجابا على المواطن. هذه الخطوة هي خطوة مهمة في إطار تفعيل النقل البري عن طريق الخطوط الحديدية التي يعود بالفائدة والنفع والمردود المادي إلى وزارة النقل، بالإضافة إلى سهولة نقل التجهيزات الكهربائية المستوردة وإيصالها إلى المناطق التي سيتم تركيبها فيها.
تأتي عملية النقل التي أشرفت عليها كوادر وزارتي النقل والكهرباء لتكسب النقل السككي مزيدا من الثقة والأمل بعودة النقل عبر هذه الشبكة، توفيرا وتخفيفا عن الأعباء التي يتحملها الصناعيين والتجار والمستثمرين، ومنحهم الاستفادة القصوى من تسيير قطارات نقل البضائع توازيا مع الجهود التي تقوم بها وزارة النقل لتذليل الصعوبات أمام فتح حركة سير القطارات وعودتها إلى العمل بشكل تدريجي بعد التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ومساحات الأمان التي تم استعادتها بفضل الجيش العربي السوري. مستمرون معكم، ابقوا معنا. القوات العراقية تعلن سيطرتها الكاملة على منطقة برطلة شرق مدينة الموصل. بعد ساعات على إعلانه، قائد التحالف السعودي ضد اليمن يعلن تنصله من اتفاق الهدنة. وأردوغان مستمر في حملته القمعية ويعتقل المزيد من معارضيه. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال اتصال هاتفي مع نظير الأمريكي جون كيري ضرورة أن تنفذ الولايات المتحدة تعهداتها القديمة بالفصل بين وحدات ما يسمى المعارضة المعتدلة والتنظيمات الإرهابية في سوريا. وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقله موقع روسيا اليوم أن لافروف وكيري بحثا في الاتصال الهاتفي 60 بينهما منذ بداية العام الجاري، بحثا الوضع في سوريا، مشيرة إلى أنه جرى بمبادرة من الجانب الأمريكي. وأوضح البيان أن الجانبين واصلا في الاتصال الحوار بينهما حول سبل تطبيع الوضع في شرقي حلب السورية، حيث أعلنت القوات السورية الحكومية والقوات الجوية الفضائية الروسية هدنة إنسانية. أعلنت قوات مكافحة الإرهاب العراقية سيطرتها الكاملة على منطقة برطلة شرق مدينة الموصل. كذلك قضت القوات العراقية على 55 من إرهابي داعش. ونقلت وسائل إعلام عراقية عن بيان لخلية الإعلام الحربي أنه تم توجيه ضربات نارية على إرهابي داعش أسفرت عن مقتل العشرات، بينهم القائد العسكري لمنطقة بطانيا ضمن المحور الشمالي. وأضاف البيان أن قطعات عمليات تحرير نينوى تمكنت من تحرير قرية الخالدية وعين مرمية وتطويق قرية الصلاحية. هو أمر عمليات أطلقته الولايات المتحدة الأمريكية لتنظيم داعش الإرهابي، أن استخدم كل ما تملكه من أسلحة
لمنع انتصار العراق في معركة الموصل. مسؤولون أمريكيون توقعوا استخدام تنظيم داعش الإرهابي السلاح الكيميائي خلال معركة تحرير الموصل الجارية حالياً. توقعات هؤلاء المسؤولين مبنية على معلومات حصلت عليها القوات الأمريكية بعد جمع شظايا القذائف التي استخدمها التنظيم في اعتداءات سابقة. المعلومات أكدت وجود غاز الخردل على شظايا ذخائر لإرهابي داعش في حادثة اعتداء على القوات العراقية في 5 من تشرين الأول الجاري. التلميح الأمريكي بامتلاك تنظيم داعش الإرهابي إمكانية شن هجمات كيميائية ليس الأول. سبق وأوعزت الإدارة الأمريكية لحليفها الإرهابي باستخدام الكيماوي ضد القوات العراقية في الموصل قبل أسابيع يوم بدأ الحديث عن قرب معركة استعادة المدينة. والاعتراف الأمريكي بأن الإرهابيين لديهم أسلحة كيميائية لا يقتصر على العراق. مسؤول أمني أمريكي كان أكد لهيئة الإذاعة البريطانية في أيلول من العام الماضي أن الإدارة الأمريكية على علم باستخدام تنظيم داعش الإرهابي أسلحة كيميائية في سوريا والعراق 4 مرات على الأقل، وقال إن هناك اعتقادا قويا بأن التنظيم الإرهابي لديه خلية مكلفة مهمة تصنيع أسلحة كيميائية خاصة به. بين أن يكون الأمر اعترافا أمريكيا لإخلاء المسؤولية عن امتلاك داعش لأسلحة كيميائية وأن يكون الأمر إيعازا للتنظيم باستخدام هذه الأسلحة، يبقى المؤكد الوحيد أن أقرب المقربين للإرهاب في العالم ومن يعلم تفاصيل تسليحه وتحركاته هو الإدارة الأمريكية. قضت وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية على عدد من مرتزقة قوات النظام السعودي إثر محاولة زحف فاشلة نفذوها باتجاه الساحل الغربي لمديرية ميدي بمحافظة حجة شمال غرب اليمن. من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم قوات تحالف العدوان السعودي اللواء أحمد عسيري تنصل هذا التحالف من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه قائلا إنه ليس هناك وقار في اليمن. وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن شرف لقمان أكد التزام قيادة الجيش اليمني واللجان الشعبية بوقف الأعمال القتالية في البلاد وفق الزمن المحدد في حال التزام النظام السعودي بوقف عدوانه بشكل فعلي وشامل وكامل برا وبحرا وجوا. يواصل النظام التركي حملة الاعتقالات التي بدأت منتصف تموز الماضي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان. جديد هذه الحملة كان 40 جنديا تركيا كانوا فريسة ممارسات أردوغان الوحشية بذريعة مشاركتهم في محاولة الانقلاب. هلا العلي. لم يسبق في تاريخ البلدان أن اعتقل ثلث الشعب بذريعة محاولة انقلاب، إلى أن وصل الأمر إلى أردوغان فلم يبقى موظف حكومي أو صحفي أو جندي إلا كان رهن الاعتقال أو موقوفا بحجة التحقيق. 40 جنديا تركيا جديدا كانوا فريسة ممارسات أردوغان الوحشية، حيث أصدرت مذكرات اعتقال بحقهم بذريعة التورط في محاولة الانقلاب. وكالة أنباء محلية ذكرت أن الاعتقالات الجديدة تأتي في إطار التحقيقات المستمرة في محاولة انقلاب 15 من تموز الماضي، فيما أوقفت السلطات التركية رئيس اتحاد القضاة والمدعين العامين الأتراك بنفس التهمة. يبدو أن النظام التركي يستغل محاولة الانقلاب لتصفية خصومه ومعارضي سياساته، حيث يشن حملات اعتقالات واسعة في مختلف أنحاء البلاد بهدف التخلص من مناهضيه، حيث قامت سلطاته باعتقال وإقالة آلاف العسكريين ومسؤولي الشرطة ورجال القضاء وتسريح عشرات الآلاف من العاملين في مختلف المؤسسات التركية وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام وصولا إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد. فهل تخيف محاولة انقلاب فاشلة أردوغان إلى هذا الحد؟ تذكر بعناوين ساعات. القيادة العامة للجيش تحذر من محاولة تكرار خرق الأجواء السورية من قبل الطيران التركي. ديمستورا يرحب بالتهدئة الإنسانية في حلب حتى وإن كانت أحادية الجانب حسب تعبيره. الجعفري يقول إن الجماعات الإرهابية التي تتخذ من الأهالي دروعا بشرية شرق حلب منعت خروج المدنيين والمسلحين من المدينة.
القوات العراقية تعلن سيطرتها الكاملة على منطقة برطلة شرق مدينة الموصل. وكان في ساعتنا أيضا بعد ساعات على إعلان اتفاق الهدنة، قائد التحالف السعودي ضد اليمن يعلن تنصله منه. نهاية ساعاتنا الإخبارية لهذا الصباح. النصر لسوريا والمجد للشهداء. يمن.